يقول: ما هي الأعمال التي تجعل المسلم من عباد الله الصالحين والمقربين له؟ أداء الفرائض والنوافل. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني معناه أن الله يكون معه، يسدده في أعضائه وفي تصرفاته إذا أدى الفرائض وأكثر من النوافل احتسابا لوجه الله عز وجل. نعم.